مرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم شيركم من قناه زكين 2001. عدنا من جديد. طبعا شباب اليوم رح نلعب كلاش رويال، فاول شيء رح اقلكم انه شوفوا وصلت للساحه السابعه. نعم وصلت للساحه السابعه. انا يمكن اخر فيديو تركت يعني هذا كنت لسه وصلان على الساحه الخامسه، يعني لسه ممكن ما كنت فاتح الساحه. المهم هلا طبعا فتحنا الساحه، وصلنا للساحه السابعه. شو فتحنا؟ وصلنا للساحه السابعه، وطبعا هي الساحه الجديده اللي راح تنزل بعد قديش 8 ايام. فطبعا انا وصلت للساحه الثامنه بس يعني نزلت للساحه السابعه. بس المهم انه انا فتحت كل البطاقات الساحه الثامنه ما عدا الليجندري. طبعا على سيره الليجندري، طبعا اخيرا فتحت المقبره. نعم فتحت المقبره بصندوق مجاني او يمكن صندوق تاج، والله نسي يعني صار له زمان الشغله. ففرحت كتير كتير بعد ما بلشت استعمله ما لقيت له تشكيلات. فيا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اذا بتعرفوا شيء تشكيله هيك قويه تكون بهاي المقبره، لانه انا لهلا ما بعرف استخدم من هالتشكيلات. بالنسبه لحلقتنا لليوم رح تكون عن تشكيله خرافيه وصلتني للساحه الثامنه ولو رجعتني يعني للساحه السابعه، بس المهم انه وصلتني على الساحه الثامنه. ليكوا هي الدليل، فتحت الروح الجليد وجولم الجليد وشو اسمه كمان الباولر والمستنسخ. وينه؟ يمكن نستعمله؟ لا ما ليكو. فيب منبلش هلا. طبعا التشكيله الشغله بدنا نعتمد عليها هي البرابره المميزون. طبعا هي بطاقه جديده نزلت خرافيه خرافيه، ومع الغضب اوه يعني كل ضربه تبعيتها بتاخذ 200 يمكن دمج. فيب اول شيء طبعا الهجمه الاساسيه الهجوم يعني راح يكون ببرابره مميزون وغضب وزاب. الزاب ليش بتحطه؟ بعد ما تحط هدول اثنين مع بعض، لانه اكيد راح يحط لك جيش هيكل عظمي، لانه بعد ما رخصوه على الثلاثه ما عاد حدا ما معه جيش هيكل عظميه. وتاخذ مدفع يعني اذا حط لك هوج او عملاق، وهون عملاق وميجا مينيون. طبعا هدول التلهاي هلا بورجيكم هي شو هي فكره التصميم، فكره عفوا الاستراتيجيه. وهي السهام. طبعا هلا ناخذ هجمه لايف منبلش. بسم الله فان شاء الله ما نخسر. طبعا شباب يعني هداك برجع بعتذر على القطعه الطويله، ان شاء الله رح يعني شو بدي اقول لكم اياها يعني نعوضها. والفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون بي عن ماينكرافت ان شاء الله. فيب طبعا ليفل 8 حلو، بنحط له مدفع. طبعا شو هي الفكره الاساسيه للتشكيله؟ هلا بس يطلع لي العملاق راح اوهمه انه انا عم بهجم بالعملاق، راح احطه هون وحط وراه ميجا مينيون، راح يفكر انه انا عم بهجم من هذا الطرف. فانا شو راح اعمل؟ راح اهجم من هون دغري برابي مميز وبكون انا جمعت اكسير. فحلو هي حاطت برابرة العام، بس ما يكون اخذ نفس تشكيلتنا والله يعني ناكلها. حلو حلو. اوه شفتوا ليش بياخذوا معهم الزاب؟ متوقع كانوا نفس تشكيلتي. فيب حطينا الميجا مينيون. وطيب يلا هلا خلينا نحط، شفتوا مثل ما انكم شايفين بحطه مع بعض وبجهز الزاب، لانه اكيد راح يحط جيش هيك العظميه. منجهزها هيك مثل ما قلت لكم. اوه والله حط الفالكيري، ما لم يكن متوقع. طيب اوكي طبعا الفالكيري يعني فينا يعني انه اوكي بنحط مدفع. الفالكيري ما نو بالجندي الصعب يعني، بس انه اذا تركته لحاله عم يمشي فهذا رح يسبب لك ضرر جدا كبير. لهلا هو يعني اخذ منه دمج. يب طبعا هلا رح احط عملاق من هون مشان بلكي احط له شيء. ايوه برافو عليكم. طيب هاي مره بحطكم من هون. اوكي حلو، ما قدر ياخذ منه كثير مثل اول هجمه. طبعا وين بتبلش الهجمه؟ قوتها دائما اي استراتيجيه. حلو والله حط جيش لهيك العظميه هون، خلينا نستغل الفرصه ونحط البرابره المميزون من هون. حلو 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 حلو. طبعا شال جيش الهياكل. طيب نستنى بنقول له حظ الموفقه، ما بيعرف شو جاي. والله بلكي نحن ما بنعرف شو جاينا، بلكي يكون تشكيلته اقوى من تشكيلتنا، فخلينا ما نكابر معلش. هي برابره مميزون وهي السهام. بسرعه 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 بسرعه. اوه والله حطلنا. حلو. اوه لا 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 خربت. لا 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 يا حرامات. طيب منبلش. والله على الاغلب كانه بدها تروح تعادل يعني، لانه اخذ نفس تشكيلتي هو والمشكله. يعني مو نفس تشكيلتي نفسها يعني اخذ تقريبا. اوه والله ما لم يكن متوقع. اخذ تشكيله قريبه كثير على التشكيله اللي انا عم بستعملها، فعادي يعني انه يمكن بنجيبها تعادل. ف يعني ولا شيء، وحتى لو نخسر يعني عادي. شو يعني؟ اوكي طيب
طيب حلو. هلا راح اهجم دغري. هجم يلا. اجهز الزاب. حلو. اوبا. لا ما كان لازم اجش حط هيك العظمية. اوه والله ده معه كأنه نفس تشكيلتي. والله شكله يا شباب بدها تروح بالتعادل. نعم. اوكي. لا حشد المين يعني اي شيء لو اذا بده يحط لنا مثلا حشد مينيون او هذا انا هون ما بخاف منه يعني انه عادي. فرح اخليه هلا يحط الفالكيري مشان ما ينزع هجمتنا كمان. اوه والله حط الزاب. حلو. اوه والله حطينا الغضب من دون. شفتوا المخ حطينا الغضب من دون البرابره. اوبا الله ولو نقطه. مثل ما قلت لكم يا شباب شكلها بدها تروح بالتعادل. اوه لا 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 حلو. فكرت بدي اروحنا. حلو طبعا راح بالتعادل يعني عادي. هلا بنلعب جيم تاني ولو لعيونكم. رح نلعب جيم تاني هلا لحتى اورجيكم فكرة التشكيلة وين بتكون. اوكي جيم حلو والله. انه يكون خصمك عنده انفيرنال تاور او اي هيك بناية يعني انه اي لو كان عنده مثلا او مدفع عادي يعني انه بس لو كان عنده اكتر شيء الانفيرنال تاور والهذا التاني البومبر تاور. فيب نلعب جيم تاني. اوكي والله كمان ليفل 8 ليش ضعاف عم يطلعونا. طبعا صرت بالليفل 9 يمكن انا اخر مره كنت بالليفل 7 او 8. اوكي طيب بنقول له حظا موفقا عشان ما يفكر هيك يعني. بنحط له عملاق مثل ما قلت لكم رح نوهمه انه هجمتنا. طبعا بحط عليه وراء اي شيء جيش هياكل اي شيء يعني. بس هلا طالما الهجوم الاساسي تبعنا مو جاهز فرح اضطر اكمل الهجمه من هون. حلو. اوكي طبعا الزاب طورته لليفل 9 صار خرافي. اوه عنده جزع. عادي طبعا ما عاد اخاف من الاسطوري يعني مثل اولي. اولي كنت بس واحد يكون معه اسطوري. ما هو اسطوري. عنده ليفل 9. لا هلا صرنا اقوياء. اوكي حلو. هي حط الوش من هون عشان ما يتوقع. ايوه روح. اوه والله نحط له ميجا مينيون. حلو والله. راح شوفوا راح البرج. تأخر هو تأخر بحط ال. طيب لهلا مو اخذ منه كتير دمج يعني ابدا مو اخذ منه. اوب والله ضرب. اوكي لهلا انا فايز عليه يعني نسبيا. مثل ما قلت لكم فكرة التشكيل الصبر او يعني اذا كان خصمك ضعيف يمكنك ان تمسحه بكل سهولة. والله صار عم بحكي فصحى انا. اوكي نحط الدفاع. ما نحطه لا ما نحطه. طيب راح احط العملاق بس مشان يدافع يعني هيك عشان انا اتفرغ لهدول الاثنين. احلى بطاقتين وخاصة الغضب صار كمان اغلب لاعيبة كلاش شوية صار عم يستعملوا الغضب كمان رخصوه. بس للأسف شو اسمه المستخرج الاكسير ما رخصوه يعني عرفتوا كيف عملوه قديش يمكن 6 فهذا اثر كتير وما عاد حدا يعني لو تشوفوا بالتي في رويال قبل كان الكل عم يستعمل مجامع الاكسير هلا وما حدا صار يستعمل. ايوه اوه والله هو عنده ميرور. ايوه حلو هي عرفنا انه طبعا هذا الحفار دواء بس ميجا مينيوم او اي شيء يعني طالما معنا ميجا. طيب نحط عملاق هون ونجهز للهجمه. اوه لا بلا ما نجهز لانه شكله هون الوضع تأزم بده سهام. اوبا والله كله راح. اوكي نعمل هيك نعمل تتتتتت. حلو والله شيله. والله شلنا برج. طبعا هلا شكله هذا خصم قوي نوعا ما فما راح اهجم امسحه يعني بالعاده انا بمسحه كنت بس ما بعرف هلا هون شو صاير. فطبعا هلا هيك على الاغلب ربحنا. اوبا لا 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 والله ربحنا يلا وفزنا. طبعا شباب مباراة حلوة خصم قوي. مثل ما شفتوا شباب يعني انا بكون عبوهم انه الهجمة رح تكون من طرف ما والهجمة الاساسية اللي رح حطها من طرف ثاني خليه. فاذا كان خصم قوي بس بتصدله. طبعا هيك التجربة صارت كتير بكلاش رويا يعني اغلب الناس صارت تستعمل غضب والجيش هيك العزمي بشكل جدا كبير. ف
فيب طبعا هون كانت نهاية حلقتنا لليوم. اوه انت تحدي اكسير مضاعف ومعي جواهر. اوكي هون كانت نهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ولا تنسوا كمان شو لايك واشتراك شو ضل لا تنسوا اللايك والاشتراك، واحطوا لنا هيك تعليقات حلوة بالكومنتات يعني مشان اتشجع هيك. طبعا لايك واشتراك، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم، بأمان الله.